انه احنا قبل شويه قلت لك موضوع الثقه، انه اني ما اطرح الثقه بالمقابل، ما ارسل صورتي سواء بنيه او ولد، لكن لما يجي الابتزاز من اقرب الناس لي من زوجي هنا الكارثه، انه يعني يدخل لها بحساب وهمي فيك يهددها بصورها، هو زوجها اساسا. ليش؟ يريد منها فلوس، اصلا هم زوجها على طمع. يعني انا صراحه جتني انت دعوه فتعجبت، يعني هي زوجته بس هو يعني دافع مادي كان زين، يعني يهدد زوجته حتى ياخذ منها فلوس بصورها. هو اصلا الصور بتليفونه يعني ماخذينها الصور او ماخذ لها فد وضعيات معينه، يسوي حساب وهمي يهددها من راحت زعلانه يم اهلها، يقولها ما ادري يعني تليفوني ضاع. وضحت الفكره؟ يعني هو تليفونه يقولها ضاع من عندي، وهي تعرف انه زوجها مصوره، هي من حتى من اقامه الشكوى تعرف ومتاكده هذا الحساب عائد له. احنا نعاني من صعوبه اثبات الجريمه على الجاني، لانه اغلب هذه الضحايا لازم يبلغون على الجاني او المتهم اثناء انه ما هو يقوم بابتزازها، حتى شنو يلزموه بجرم المشهود يتبعون حسابه، لان يحتاج تعرف اجهزه فنيه متطوره.